دابست عليك عاد العب بوشك واخلي الشوارع وارسم عليه اي رسمه، اهم شيء افوز. شكلك تحلم يا سليمان. انا اللي بخلي وجهك اصغر لانه صغير. وصلنا لفقرة ألعاب ومسابقات. طبعا في هذه الفقرة نستضيف فيها فنان، والفنان الجميل الرائع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ سليمان داود. حيوا معي يا شباب. طبعا اللعبة هذه بنلعبها على مرحلتين، المرحلة الأولى دقيقتين، المرحلة الثانية 3 دقائق. في المرحلة الأولى ينقل فيها المتسابقين كل واحد معه سطل، واحد منهم يغرف من البركة وينزف الماء للي بعده، واللي بعده ينزف للي بعده. الذي بيعبي أكثر كمية في السطل الخاص بفريقه في الدقيقتين هذه بيكون هو الفريق الفائز بنقطة. نجي للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية بيكون فيها شوية صعوبة. السطور الثلاثة بتكون مربوطة مع بعض بحبل واحد، واحد من المتسابقين الثلاثة بيكون مقيدة القلوب حيث تكون حركته شوية بطيئة، يعني نعيق الحركة قليل. ومطلوب كل فريق بيلعب لوحده طبعا في هذه المرحلة، المرحلة 3 دقائق مدتها. اللي بينقل أكبر كمية من الماء في 3 دقائق هذه أو في وقت أقل بيعتبر هو الفائز. الآن نعمل القرعة على أساس اختار الفريق. شجر ولا كتابة؟ شجرة. يا سلام! من حقك تختار فريق بحسب القرعة، بس أعتقد يعني نصيحة لو تختار يعني تحاول توفق بين الأوزان. يعني أنا حر أختار. ما فيش، أنا مش إنه أنا مشيش أقول لك إنه أريح لك الجهة هذه، بس أنت براحتك. أختار الفريق هذا الأحمر. الأحمر، صمم الأحمر. ليش إلا الأحمر؟ بنفس المقاس. نفس المقاس ما شاء الله، لكن قصدي هنا بحيث انه على اساس بالمقاس يكون فيه برضو لا ضروري ما يكونش كله تكتل بهذه الجهة. ضروري اكس لارج. اكس ايش؟ اكس لارج. اي نو ما فيش حتى لارج، يعني ما ينفعش ما شاء الله. خير خير. ما اقدر اصيح فوقهم اغور. انا ما عايز اصيح فوقهم. مقاسي وانا بقدر كيف اتفاهم انا والله. شكرا مع الله.
سريع. يلا مبروك عليك الفوز. طبعا احنا تساهلنا معاك. تدهي معزتك عندي ولا والله ما تفوز. انا فدالك. انا فدالك. طبعا الف مبروك للفريق الفائز الفريق الاحمر، وهارد لك لفريقنا ان شاء الله. بس احنا عندنا الكل يستلم جائزه، وهذه جائزه الفريق الاحمر 15 15. وطبعا فريقك طبعا فاز معنا ب 20000 ريال مقسمه بينكم الاثنين. تفضلوا ولو خسراني. وش حسب النتيجة هذه فريق الأستاذ سليمان هو الفائز. وزمان كنا وإحنا نلعب في حاجة اسمها الدمح بالنسبة للخاسر، إحنا فعلناها بس بطريقة ثانية، وللأسف أنا اللي خسرته، أنا اللي بتدمح. هات لنا الألوان. من منا لم يعرف هذا المكان الساحر بهوائه العليل وبخضرته التي تبهج النفس وتسر الناظر؟
وادي سردود نعرفه كلنا بأنه من أشهر الأودية في بلادنا، وشهرته تعود لخصوبة أرضه ولزراعته الكثير من أنواع الحبوب والفواكه كالذرة والمانجو، والذي لا يمكن لأي زائر أن يمر من سردود دون أن يتذوقها. الذي لا أعرفه لا أنا ولا أنت عزيزي المشاهد هو هذا، بحثت عن من يخبرني عنه فلعله يقودنا إلى ذاكرة المكان هنا في سردود. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعنا أنه تصلحوا هنا تستخلصوا القطران. أكيد. كيف تستخلصوا؟ جماعة شجر معينة مثل ساق الغراب والمض والشوحط والخدار، ونحطهم في تنكة ونحط هذه التنكة على باب منفذ معين. هذا المنفذ معه مكان هناك مسدد مكتم، يعني يجتمع على داخل القطران. بعد ما نحط الحطب هذا الشجر الأخضر في داخل التنكة نجمع عليها حطب يابس. طيب القطران هذا إيش استخداماته؟ إيش فيه؟ إيش الفائدة منه؟ له فوائد عدة، منها يستخدموها مثل لجراح الإبل، علاج لجراح الإبل، بعضهم يعني يجي فيها جراح يمرخوها قطران، وبعضهم أصحاب المواشي مثل الأغنام والضأن وكذا، يعني يعيش فيها حشرات بأيام البرد يأكل هذه الأغنام، يقوم يمرخوها منها هذا القطران تقتل هذه الحشرات. ومنهم يستخدموها مثل طلاء الأواني القديمة، الخشب، المدر، القلصات حق الشرب، الدبات، يطلع نكهة ريحة حالي. أيوة، زي ما يقول المثل، ما جرى إلا مقطران. أيوة، ما جرى إلا مقطران. أيوة. طيب ممكن تورينا بس الطريقة عشان نشي المشاهد يعرف كيف، لأنه هذه من الحرف التي أصبحت شبه معدومة الآن. هذه حد. أكيد أكيد، نستطيع الآن نصلح ونجهزه. مشاهدينا الكرام، خليكم معنا، بنبدأ عملية جمع الحطاب ونصلح القطران قدامكم. بسم الله. بسم الله. قلتوش اطلع اول عندك، بس قلتوش شكراك ما شاء الله. هذا الحطب هذا الحطب اليابس. اليابس، ايوه، لانه اصعب من الاخضر. ايوه، والاخضر يعني قريب موجود. ايوه قريب موجود ده هنا. زي ايش يعني؟ المض وساق الغراب ولا اي نوع المض؟ هذا المض. المض، ايوه ايوه. كم الكميه اللي بناخذها منه؟ احنا بناخذ ثلاثه، يعني ثلاثه اثلاث، ثلث مض وثلث ساق الغراب والثلث الثالث الذي في الشوحه. يلا يا بسم الله. هذا هو رجل الغراب. بس ليش سموا رجل الغراب ساق؟ ليش يعني يسموا ساق الغراب؟ الله اعلم، ماش علشان اشواد؟ لا يعلم الله. طبعا هذه المرحله الاولى، مرحله جمع الاولى الحطب اليابس، ما سهل. الثانيه اللي هو الاخضر متعب، تعبت انا وانا ماليش دخل، خلي ما هو. وبعد هذا كله الله اعلم كم بيخرج له قطران، انما تظل ايش نظرا لاهميته يتعبوا علشانه. عمليه تحضير الادوات من حطب وتراب ما يقدرش عوض يقوم بها وحده، يعني زي ما انتم شايفين، مع واحد هنا يقطع مع الاشجار، واحد يجمع معه هنا يصلح الطين والتراب، واحد يجهز الموقد مدري التنور. طبعا الان هو المرحله الثانيه اللي هو اللي يقطع السيقان هذه اللي اخذناها الخشب، اللي الشظاف سموها تشظيف، ها ايوه، ويتخلص من الورق لانه القطران يجي وسط الساق، ساق الشجره. الآن كملنا أن قطع الحطب الأخضر لوسط التنكة زي ما شفتم، قفلها ونحطها بالمقلوب، صح؟ الحين نفعلها فكة بقدر الفكة حق الكريف، تمام؟ اللي هو حق الموقد هذا. حق الموقد، أيوة. أيوة. نفعلها فكة من تحت، طيب. علشان نجلسه على الفكة حق الموقد، علشان القطران ينزل إلى الكريف. أوكي. ونزيد فوق هذا طين ايضا علشان لا ينسم. ايوه تمام. القطران هذا قصه. مرحله اعداد الطين عشان التكتيم،
يعني لنا اكثر من ساعه طبعا، والحين في مرحله التكتيم الحين مش عنا الا يعني عاد بنتظر برضو ساعه ساعتين لما يبدا يتقطع. باقي الكريف، الكريف برضو يتكتم اكيد من هنا من الباب. ايوه الرئيسي حقه نكتمه بطين ونفعل له المنفذ حق التنسيل. زي الحنيد تكتم، اللهم انه بس الحنيد ما فيش معه كريف بس، ولا هو نفس الخبر. تهويه فقط، تهويه للدفان. وعلى ما على جهوزيه القطران. عندما يقوم يبدا يأشر بالدخان يخرج، يعني قد يعني يتأكد ان فيه قطران ينزل. يعني الخيزران هذه القصبه هذه من جهه منفاس من جهه علامه. هذه اللي هي المرحله الاخيره طبعا، اللي هي الحطب واللع. تبقي معنا هذه قبل الاخيره، الاخيره اللي هي جمع القطران بعد ما ينتهي الحريق. كم تأخذ وقت الحين؟ كم نقيس حرق؟ يمكن بين ساعة كذا، ساعة ساعة ونص. ويا بس ويكون الغداء جاهز، يعني ساعة ونص ساعة بس. لو احنا دارين نجيب شوية لحم بصل لحنا اللحن يقدر على الآن المرحلة الأخيرة اللي هي استخراج القطران. ان شاء الله تكون العمليه ناجحه بعد ثلاث ساعات. طبعا ثلاث ساعات من بدايه العمليه الى الان نشوف كم بيخرج. طبعا الريحه ريحه القطران موجوده، والاخوه يحاول انه يحيي هذه طريقه استخلاص القطران كان يقوم بها والده. القطران اللي خرجناه منه بفائده من التفعيل حق ثلاث ساعات. طبعا الكميه ما كانت كبيره لانه كان في يعني اول مره له بعد ما وقف الوالد الله يرحمه ولا عاد موجود. لا مات الله يرحمه. طيب رساله توجهها بالاخير للجمهور. بدايه اشكركم من كل قلبي على هذه الزياره، واشكركم لانكم اعطيتونا الفكره الذي قد كنت ناسيها من زمان. توفى والدي وتركت هذه الشغله ولم يعني اعطيها اي اهميه، والان اشكركم من كل قلبي لانكم اعطيتونا هذه الاهميه وذكرتونا بشيء كنت ناسي. مشاهدينا الكرام، صناعة القطران مهنة أو حرفة قديمة قد اندثرت، ومن أجلكم أعدناها، تستاهلوا. مشاهدينا الكرام، رحب بكم إلى فقرة بقايا زمان، والتي أتوقع أنها تكون مميزة جدا 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 بحضور العم يحيى العزكي. حياك الله عم يحيى. الله يعزك. حياك. طبعا تكلموا لنا كثير عن المقتنيات اللي عندك والنحاسيات والأشياء الأثرية، بس لما وصلنا وشفنا اللي موجود طلع كلامهم أقل من المتوقع. يعني عند الداري سيف هو مقتنيات حالية، وبعدين مع الزمان كنت ضايعين بعضهم، رجعنا ندور هنا من الاماكن. ايوه هذه كلها يعني موروثات من الاب والجد. من الاب والجد. ايوه. وهذا بالنسبه للاشياء هذه اللي هي هذا مع المبخره حق البخو. المبخره هذه حق البخو. في احجام منها انا شفت هذه واحده وفي واحده ثانيه كبيره. طيب الدلال هذه اللي تختلف من دله الى دله. نعم.
هذه الكبيرة ان شاء الله. والدلة طيب الشكل حقها هذه مختلف جدا، اول مره اشوف انا يعني شفت هذا ابو نجمه. ايوه ابو نجمه ثمانيه. ايه يمكن ان هي ألم من حكى تركيا. ايوه لان احنا ما احنا شليناها من اليهود. ايوه يفعلوا فيهم قهوه وفيهم هذا، وكانتم تستخدمون قهوه وكذا. ماشي نخليهم زينه. هذا زينه الان، زمان كانوا يستخدمون زمان ولا كان بجميل. جميل من حق خوله. ها الجمال. ايه جمال هذا في المدر. المدر ايوه. ايه احسن. كان عملهم بالاعراس هذا شيء. ما شوف انا اقول لك يا حبيبي، ما كانت الا على اساس الغرض الاغراض القهوه، يجيش عندنا ضيف وجينا رصيني بدل ما ناقب معاشر ولا هذا الصحون. وهذه ما هي هذا الفت هذا كان يعبوها ماء وماء الورد. ناس الورد وبعدين يجوا يرشوها ماء يعني نفس الفكره حق هذا ايوه اللي هي هذه. ايوه مرشه دلعوها زجاج. ايوه ومن سنة كم هذه؟ يمكن إن هي من الخمسينة. بس أشوف ما شاء الله الأسلحة جنبك والبنادق وال. مخطين لأن حاجتك وبعدها تراث. تراث. أها. قديمة كلها. لو تدور بالسوق ما تحصل بندق جرمل. ألماني بهذا الشكل وهذا المنظر جديد. هذا المج هذا حكه يشري. هذه يشرى حكه بعضك السك حكه بعضك على ما جاء من المصنع. ايوه على ما خرجت حكا هذه. هذا هو المقطع حكا حتى البلايه ناتج. هذا المقطع حكا وش هذا الجايش وهذا الجايش حق بلدي نفس على ما جاء من المصنع. ايوه على ما استلمناها من القصر من قصر صالح من قصر صنعاء كانت تاهل لنا. والقصير يا حبيبي اجى في سنة كم؟ سنة 34 بداية الحرب العالمية الثانية. ايوه هذا سنة 1918 اخر الحرب العالمية الأولى. نهاية الحرب العالمية الأولى. ايوه ما شاء الله بس جديد ما قد رمينا بها ولا احنا نسلح. من المخيل الله خلاص. هم مليح السلاح تطرحوا زينة. ايه اما واحد يتسلح بوتعب بالذات بالثقل هذا. بالطول. معنا علي صغيري. يدي فتق. يدي كل شيء. اهمس ايوه. طيب وهذاك النوع الثاني في واحد ثاني شفتوه؟ هذاك الندي جاي بعد الثوره. كان قبل الثوره يا حبيبي كان القاضي محمد الشامي يبيع ب 1100 فرنسي. كان هي انجليزي لانها انجليزي. انجليزي بريطاني. كان يبيعها ب 1100 لاني داخلها 11 طلقه. ايوه على عدد الطلقات. ايه ب 1100 فرنسي. يعني لو كان 15 كان يودي في اللي يشتري. ايه. انجليزي جهاد جهاد بس تعمر الآلي جهاد ما شاء الله نظيف. هذا تشلي ايطالي. اها داخل مونا حكا وداخل شيشي. اها عينة لانه حكا هذا وحكا الشيشي عينة واحدة. ايوه بخمس طلقات بقشطته. ايوه في ايطاليا هذا كيف القشطه؟ خلاص هنا سنة قص بس وهذا الان نحكي. تفضل عليك نعم هذا الان مؤمن. تفضل ما شاء الله يعني يجي يراعي لك الان ها يراعي لك ما تعشق يا حلا جزعان الصلب هذا تفضل سلاح فتات من اليوم. وهذا ما هو الخرق هذا الجلد هذا ما هذا قرعه حق البن. أيوة. نجينا البن. ايوه مثل نجينا بينها بن لا وسطها كان لا داخله لا داخله. وبعدها نروح الى البيت من بين الماء. كلهم كانوا يستخدموا نفس الاسم كلهم المجره حق البن حق البن. هذا احنا سماها قرعه قرعه. أيوة. وهذا هي الاصل قرعه حق البن حق البن. ايه بدل ما يخصم من الحيوج ومن عجاف يمل لها يجي القتلة بين لا بينه ما دام نجزة يجي يتحرى حاجة كذي. كان إحنا نفعل بها كذي. يا حبيبي. أنت أنا قلت لك كذي.
يقلب هذا هكذا بيرقد بين المغرش لا بينه لا بينه لا بينه لا داخل 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 لا ما يمل له كمان ما يروح. وهذه معنا ندير قرعه هذا هذا القرعه الصغيره يا حبيبي حق الفرانسي كنا له معنا بقرين ولا شيء يسوي كالرجم ونبتل الرجال قفل الرجال يا ما يقول بالطرف يسرقوا عليه يفعل ذاك هذا اها ويطرح عروه من هنا وعروه من هنا ويطرح قفل اها يقفل على الطلب يعني زي الصره بس كبيره ايوه يقفل على الطلب اها هذا هذا من هنا ومن هنا ايوه ايوه يقول بهني بغنه وخلاص بدل ما جت الطلب بطرفه يعني اذا كان الفرنسي يعني قفل يطرح له قفل على قفل عادي ايه ما شاء الله قفل من هنا ومن هنا هذه الفرنسي كيف ما يقفلش عليها؟ لا يقفل على الهل ضروري القرعة ايه فرنسي هذه عادي يزعجهم كان مالي المعجرة هذا يا حبيبي 500 ريال اها 500 ملة فرنسي أيه. هكذا قرادي ونفسد ونخذ نشكر نفسد اي قرد اي قرد عين ناقص نوفر ايوه ويدفع 500 ما شاء الله والخيشات لو خمس ناس عندها الا 500 ساعة الشوالة ناس هذاك حق المصارب تاع المصارب الصغير شفت المصارب هذاك المصارب هذاك المضرب صغيري يسع 500 ريال ما كانوا يقولوا بلا بين خياشي كانوا يقولوا له حتى حق بيت الماء حق بيت الماء ما بلا خياشي الاول اشوف هذا الخشب هذا ما هذا الخشب طنب طنب ها هذا اللي هو المكيال هذا المكيال الحب ايوه هذا كم؟ نعم كله هذا نص ثماني ها؟ نص الثمانية نص الثمن معناه شنو أربعة أمتار نص هذا كان أربعة لأن القدح القدح بهذا 16 ضربة 16 ضربة من هذا قدح إيه مش نعم ذواب مقرجع مش ما مش إحنا بدنا نقرجع مش يعني إيه بهذا بهذا مقرجع هذا ثمانية القدح ثمانية ثمان ضربة ثمان ضربات من هذا إيه مقرجع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واحد 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 اثنين 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 بارك الله ثلاثة صلينا على النبي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صلينا عليه ثمانية هذا قدح قدح القدح يعني كم نفر؟ أربعة قدح 64 نفر 64 نفر 64 نفر القدح الصنعاني 57 56 56 شافي سبعة 57 ايوه عندكم زيادة عندنا 64 64 كنا نقرون واحد احنا صغار يقولوا كم القدح انفال قلنا 64 قالوا كم ربع ثمانية قلنا 32 قالوا كم نص ثمانية قلنا 16 وكم ثمانية 8 ما كان يبتعوا لنا هذا الخضر الحين هذا 4 انفا وهذا 8 يعني حقكم النفر المكيال صنع المحويتي اكبر المحويتي اكبر حق صنع يعني يكون واحد يشتري بالمكيال المحويتي ويجي صنعاني من الخارج الا نفس المدينة المحويت بس المحويت وجش قلنا من الرجيم وكذاك ما بالله صنعاني ايوه المحمود اذا شكت اذا شكت حط من الرجال ما يجي الا سبعه سبعه مكيال من سبعه مكيال سبع ضربه أيوة. احنا لازلنا نكلب معنا بذر عند الناس عند القبائل خارج المدينه ما نزل بحقنا ثمان هذاك المغرب اللي يفعلوا بها كذا ما يخلنا ايوه ما نعتمد على هذا الا على هذا يا سلام والثمانيه البن بن عدو ما قد ومشوش خمس ارضع ما شاء الله القدح خمسي القدح 50 البلد 50 ضرب القدح الدلن 50 ضرب قدح مذوب القدح كم القدح كم يجي كم نفر هو 64 64 نفر 64 نفر ذره ما هذا اللي هو الذرة ايوه ايه والبن والبن 50 50 50 ضرب القدح 50 ضرب ايوه لانه بالرطل والرطل هو على 24 الرطل اللي هو الكيلو اثنين رطل لا الكيلو أيوة. كيلو البن رطلوا ربع رطلوا ربع بن لانه ازيد من ازيد من العطاري العطاري يقولوا له هو 16 ريال فرنسي والبن 20 ما شاء الله ايه الخمسه الارض 125 ريال فرنسي خمسه ارض البن 125 ريال فرنسي نشكرك يا عمي حيا على الوقت اللي فرغته لنا وعلى المقتنيات هذه اللي انت محافظ عليها وعلى جمالها انا اشكركم كل الشكر زيارتكم لبيتنا ولمقتنياتنا ولا آثار ولا ما معنا من آثار من أدوات محتفظين بها زمان ديلا بعد جي وإلى اللقاء أنا اللي أشكرك يعني وبصراحة أنا استمتعت اليوم أرجو أن تكونوا استمتعتم بلقاء اليوم مع العم يحيى العزكي على أمل أن ألقاكم شوفكم على خير.
ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.